الفريق بلباس أخضر وبرتقالي. سيطرة الوداد بدأت منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول وتواصلت حتى نهايته. في الدقيقة 31 باية كاد أن يخادع طيابي بعد توزيع من صالح. مخالفة ترتكب على بن زلمات، تنفيذها يحدث تجمعا كبيرا أمام مرمى الجمعية. وتواصلت سيطرة الوداد بفضل احتلاله لوسط الميدان، وخاصة في غياب عناصر عديدة من الجمعية، وسبب ذلك في تحمل دفاع الجمعية لثقل اللقاء. بذلك ارتكبت عدة مخالفات على مهاجمي الوداد، وهذه واحدة منها ونفذها قاسي. وقبل نهاية الشوط الأول يقوم الجناح الأيسر صالحي في صفوف الوداد باستعراض من المراوغات ينتهي في أرجل مدافعي الجمعية التي حافظت على شباكها نظيفة في هذا الشوط. في الشوط الثاني وصل فريق الوداد سيطرته على وسط الميدان وأتيحت لهجومه عدة فرص، من بينها فتحة بن زلمات ناحية باية في الدقيقة 5. مرة أخرى بن زلمات الجناح الأيمن يفتح ناحية باية الذي لم يحسن استغلال الفرصة، لكن مباركي كان قريبا من الكرة والشبكة وما كان عليه إلا إيصال الكرة للشبكة. هكذا يفتتح النتيجة، هدف مقابل 0 لصالح وداد بوفاري. هذا الهدف فطن عناصر الجمعية ودفعهم إلى التخلي عن الدفاع والبحث عن كور في الوسط، ونجح اللاعب درياس بذلك كثيرا وقدم عدة كرات إلى زملائه في الهجوم وخاصة مراد. وكاد مباركي من وداد بوفاريك أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 35 بعد توزيعة من الجناح الأيمن بن زلمات. وانطلقت بعد هذه اللقطة الجمعية من جديد في هجومات مكان في هجومات من طرف درياس وعياش ومراد،